ليش معلق؟ احترام الرأي لقرار المدرب، والمدرب ذكر انه متى ما شارك وحضر بحضور مميز اكيد حيكون تحت نظر. طيب خلينا نشوف الحالات اللي اخترتها لمباراة الاتحاد والخليج. اول شيء بالنسبه للاتحاد اعتقد انها استمرار للصلابه الدفاعيه مع نونو سانتو، وبرايي من افضل مباريات الاتحاد في الاول 20 دقيقه. لما اتكلم اول 20 دقيقه وبدر كان وصول الاتحاد في ابهى حضور، كان وصول الاتحاد تقريبا في 6 إلى 7 فرص كانت خطيره على مرمى فريق الخليج، فوضح لك ان الاتحاد دفاعيا في المباراه الماضيه كان على اعلى مستوى. استمرار الصلابه الدفاعيه اليوم بادوار هجوميه كانت واضحه، التسرع وبصراحه واضاعه الفرص هي من قللت من حضور الاتحاد هجوميا في اول 20 دقيقه، فالاتحاد ما قبل خروج روما شكل وما بعد خروج روما شكل بالطريقه والاسلوب اللي انتهجها سانتو اللي نجحت في هذا الوقت. ولكن برايي النقطه الثانيه اللي هي تغيير روما، اعتقد انه تغيير روما بعوض الناصري هذا الشيء قلل خطوره الاتحاد واعطى الاريحيه لفريق الخليج انه يصعد خطوطه ويضغط فريق الاتحاد في ملعبه لامرين. اولها لتراجع خطوط الاتحاد، لما نتكلم عن عوض الناشري مع نجم المباراه طارق حامد في وسط الملعب، بالاضافه الى كورنادو. مين مكان الناشري؟ اما كمارا يعني كلاعب مهاجم مكان روما، او ممكن يكون في حل مد الله يكون دالعبود كلاعب مهاجم طرف، انك تحاول انك تضغط فريق الخليج يعني في ملعبه، وهذا الشيء يعطي الخليج فرصه ثانيه. النقطه الثانيه اللي من اهم اسباب المباراه اعتقد انها حمد الله في هذه المباراه وبدر من افضل مباريات حمد الله في امرين. اولها انه في كل خطوره الاتحاد كان خلفها حمد الله مو فقط في الانهاء، خلفها حمد الله في الصناعه والتاثير. الكورنر الاول كان خلفه حمد الله، التسديد كان خلفه حمد الله، الهدف الثاني وحتى الثالث اللي الغي كان خلفه حمد الله. يكفي ان كل فرص الاتحاد في المباراه كانت 3 فرص محققه للتسجيل وكلها شارك فيها حمد الله. فلما تتكلم عن لاعب بهذه المركزيه، عن لاعب يمتلك كل الخطوره اللي يصنعها سواء في الصناعه والتمركز والتاثير، اعتقد ان حمد الله اليوم كان في ابهى حضور للمهاجم اللي يمتلك كل صفات الخطوره في الانهاء او حتى التحضير او حتى صناعه الفرص. النقطه الرابعه اتكلم عن طارق حامد اللي بصراحه رابع مباراه يظهر قيمه هذا اللاعب في عملية التمركز وفي عملية الأساس اللي يبنى عليه صلابة دفاعية، وشفناها مع نونو سانتو. لاعب مميز في الافتكاك، مميز حتى اليوم شفنا مميز في الكرات الطولية، أكثر من فرصة كانت تبدأ من طارق حامد. عوض غياب كريم الأحمدي؟ نعم عوض بشكل كبير، ممكن كريم أسرع منه بعض الشيء، ولكن يحسب له التمركز، يحسب له الصلابة الدفاعية، يحسب له حتى في طريقة اليوم كان حتى في الكرة الطولية شفنا أكثر من فرصة يصنعها بطريقة مثل هذه الفرصة. شوف يعني انفراد برؤية قبل استلام الكرة بتمركز مميز حتى في عمل العرضيات أو في عمل التغطية اللي كانت واضحة للخليج. أعتقد لا زال الخليج هجوميا في أقل مستوى، وأنا أشاطر أخوي أبو عبد الله محمد الشيخ أنه العناصر لفريق الخليج الأجنبية قبل العناصر المحلية يفتقد كثير للعناصر اللي تصنع له إضافة فنية، وأتكلم عن العناصر الأجنبية أولا سواء على المستوى الدفاعي ممكن أو حتى على المستوى الهجومي.